النهاردة معانا ضحية لقطة عريس وفرحه بعد تصوير الحلقة بأسبوع. أنا لو مكانه بعد اللي هيحصل له يأجر فرحه بعد 5 سنين، أصله ما ينفعش يطلع قليل قدامها. مبروك يا عريس. رمضان تعال اهو جاي 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 جاي، يلا بينا يا عم رمضان. وصل 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 وصل، تعال لو اتمخطر تعال اهو. ايوه تعال يا ابويا. طب محمد تعال يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. عم رمضان صح؟ عم رمضان. اهلا وسهلا يا ابو. ايه الاخبار؟ تمام. عامل ايه؟ واقف مستنيني من بدري ولا ايه؟ من بدري ما والله عبال الطريق. من ساعة ما رن علي. ما عبال الطريق والله، بس طريق 6 اكتوبر ده طريق يعني زبالة. وانت جاي؟ وانت رايح؟ طريق ايه؟ وانت جاي وانت رايح اصلا الطريق ضلمة وما تشوفش فين. المفروض يبقى في كشافات وانت. ايوه يا عم. خلاص حيوي يعني. مدينه جديده وبتاع، بس خلاص بقى حيوي، الناس كتير بتروح رايحه جايه على الطريق. سمنين اساسا من القاهره هنا اصلا من 6 اكتوبر من السويد. احسن ناس يا ابني، احسن ناس يعني. الصعيده دول في اخر مرجله. ايه ده؟ صعيدة دول في اخر مرجله. ايه ده يا راجل؟ كل ده وما تخططش وعمال تحرق في السجاير ولا كانك شفت حاجه؟ بس برضه مش هنسيبك. وانت جاي وانت رايح اصلا الطريق ضلمه وما تشوفش فين. المفروض يبقى في كشافات وانت. ايوه يا عم خلاص حيوي يعني. مدينه جديده وبتاع، بس خلاص بقى حيوي، ناس كتير بتروح رايحه جايه على الطريق. سمنين اساسا من القاهره هنا اصلا من 6 اكتوبر من السويد. احسن ناس يا ابني، صعيدة دول في اخر مرجله. ايه ده؟ ايه ده؟ تصفينا دول ايه؟ هي واقفة، وأول ما لقيت العربية وقفت بجد دخلت على العربية. كانت شحاتة يعني ولا عايزة حاجة دي ولا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم. في إيه يا أنا آسفة جدا والله العظيم. في إيه يا رب؟ معلش والنبي، ممكن بس تطلع والنبي؟ في إيه طيب؟ فهميني يا رب، إحنا رايحين مشوار. أنا رايح أوصل لربي. والله أنا هفهمك. انا واقفه هنا في الحته دي، تمام؟ فجاه لقيت واحده لابسه اسود في اسود كده وشكلها مخيف. تحس ان جلدها زي اللبس اللي هي لابساه، وعينيها عامله زي عينين القطط وشعرها منكوش. واقفه ظهرت فجاه، ظهر ما اعرفش هي طلعت منين اساسا. واحده لابسه ايه يا ابله؟ لابسه اسود في اسود. الله. وعينيها مخيفه، عامله زي عينين القطط كده، وبتبص لي بطريقه بتبص لي لوحدي يعني. انا واقفه والله العظيم. بص انا بوطي اجيب طوبه اهشها بيها، انا معرفش شكلها مش شحاته وشكلها مش بني ادمه. فبوطي اجيب طوبه عشان احذفها بيها ولا حاجه. اختفت مش موجوده، وانا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا كنت هنا بعدي يا دوب لسه الناحيه الثانيه، لقيت كشك كده هجيب منه ميه اشرب ميه.
فجأة لقيتها والله العظيم كانت لقيتها واقفة قدامي. انت شفتيها فين يا ابله؟ شفتيها فين دي اللي انت بتقولي عليها؟ يا ابله انا مش متعصب عليك، انا بسالك عادي، شفتي اللي انت شفتيها دي فين؟ انا شفتها واقفه هنا في الحته اللي انت جيت خدتني منها اللي انا كنت واقفه عندها دي. طب خلاص خلاص بقى، بس هو اصلا هو ولا شايفها دلوقتي. خلاص هو ماله في ايه؟ ما هو ولا شايفها دلوقتي. ايه؟ هو ولا شايفها دلوقتي. شايفها ايه؟ شايفها دلوقتي. شافها؟ اه. شاف ايه؟ شاف ايه؟ شوف اللي انت شفنا اللي انت بتقولي عليها دي يا ابله. انت شفتها؟ انا مدري ان انا وقفت عند العربيه. مخيف برضه عينيها عاملها، بص عينيها عامله يعني هندوق. خلاص ما توصفهاش. طيب خلاص انا اسفه، انا اسفه خلاص يا عم. في ايه اصلا اشتريت سيم؟ قال لي توصفيها تاني. ما خلاص كنا خلصنا منها ايام سودا دي. خلاص يا حاج ولا خلاص يا عم انت خلاص. خلاص يا ستي خلاص. امال انا اعمل ايه؟ على انت راكب عربيه. طب انا عايز افهم، انت شفتها؟ انت شفتها؟ انت شفناها والله. انا نفسي ما تلعبنيش. انا عندي، انا مش برعبك يا عم. خلاص ايه ده؟ عشان خدنا احسن. انا هموت. خلاص استغفر الله العظيم. عظيم وحجي بلا فاجين. بس بصيت لها في عينيها. بصيت لها في عينيها. انا عارف ان ما ينفعش نبص لهم الحاجات دي لما يعني نقرا القران وما نبص لهمش في عينيهم لان ممكن يوصلوا حاجه. طب بالله عليك غير السيره. انا اسف. بعد اذنك هتنزل هنا كده عند الباب. في اي حته؟ انا هلف من هنا كده وانت تنزلي. طب في حته مين هنا؟ بص ايه دي يا ابويا؟ عم خلاص يا عم. في ايه؟ صلى على النبي. في ايه؟ انا اسف يا عم. خلاص طلع لنا ام التاكسي بطوبة. خلاص يا عم. في ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلي لنا انت بس على النبي وتفضلي. لازم ربش ان انا مش من رسول الله. طيب انا انزل اشوف لو حبيبي في الايه. تنزلش عامل هذا ولا ثواني بس. ثواني بص بس على البتاع. العروسة هتأجل الفرح. ربنا يستر. Thank you.
احنا تمام احنا تمام اهو. لا 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 زي الفل احنا تمام. احنا تمام بس بس سيبوه ينام سيبوه ينام سيبوه ينام سيبوه ينام على ظهره سيبوه ينام على ظهره بس بس زي الفل. طبعا انا خفت بصراحه، انا رجلي ده ما كنتش عارف اتلم على جسمي بصراحه. ده اول موقف قلت الاستاذه بالطوبه. انا قلت هتدبيني بيها اصلا. ما نزحش على الكلاب بتاع بن سويف عشان خاطر انا عامل سيت ودينا بقتنا في بن سويف. يا باشا الصعايده رجاله، عيب عليك احنا ما نتفرجش. بعد اللي حصل ده مش رجاله. احنا رجاله عيب عليك.